كان بعض إخواني يسأل سؤالاً عن الجزية في الإسلام، جزية حقاً؟ جزية، الجزية على من تكون؟ نعم، في الإسلام جزية، لا نستطيع أن نمحو من القرآن قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجزية مبلغ من المال أو شيء من الخراج، خراج الأرض أو نحو ذلك من الأنعام، يدفعه اليهودي أو النصراني مقابل الأمان الذي يعطاه. إذا كان في بلاد المسلمين يدافع عنه، يدافع عنه ولا يمس بمكروه ولا بسوء إذا أدى الجزية. وفي الحقيقة أنه ثم أمور يلفت النظر إليها في أبواب الجزية، دفعا لما قد يرد على الإسلام من شبه في زماننا المعاصر. فأقول بالله التوفيق، ويعني ظني والله أعلم، أن النصارى أو اليهود لو علموا حقيقة الجزية لرضوا بها ولا طالبوا بها، رضوا بها ولا طالبوا بها. ثم قبل الاستطراد في الجواب على السؤال وقبل إرادة التفصيل، أقول وبالله التوفيق: كل من ليس بمسلم من اليهود أو النصارى يريد البقاء في بلاد المسلمين ويعطى أمانا يدفع الجزية، فلا يشترك بعد ذلك في جيش ولا يعترض عليه أحد. لكن هل كل كافر يجوز أخذ الجزية منه أم اليهود والنصارى؟ اليهود يجوز أخذ الجزية منه، والنصارى كذلك، والمجوس ألحق بهم. باقي أهل الشرك هل يدفعوا جزية؟ هل يجوز أخذ الجزية منهم أم لا؟ فهذه محل خلاف بعد الاتفاق على أن عباد الأصنام لا تؤخذ منهم جزية، عباد الأصنام لا تؤخذ منهم جزية، لكن غير عباد الأصنام من الكفرة هل تؤخذ منهم جزية أم لا؟ نقول الآن التوصيف ثلاثة أصناف: أهل شرك، عباد وثن، عباد الأصنام لا تؤخذ منهم جزية، إنما يا إسلام يا قتال، إسلام أو قتال. يهود ونصارى تؤخذ منهم الجزية. الوسط المجوس وسائر الأديان الخلاف قائم فيهم. المجوس ألحقوا باليهود والنصارى، ما سواهم من آل الشرك دون عباد الوثن، عباد الوثن سلمنا بهم. النزاع قائم فيهم بين العلماء. لكن الذي ألفت النظر إليه ما يلي: أولا، الجزية هذه إذا أخذت من النصراني أو اليهودي، النصراني ليس بملزم بعد ذلك بدفع زكوات، ليس ملزم بدفع أي شيء آخر للمسلمين. ثانيا، أن المرأة النصرانية لا تدفع جزية، الطفل لا يدفع الجزية، الشيخ الكبير لا يدفع جزية، المريض مرضا مزمنا لا يدفع جزية، غير القادر على الكسب لا يدفع جزية، المفلوج أو المطعون أو المبطون، كل المرضى لا يستطيعون الكسب لا يدفعون جزية، إنما يدفعها المقاتلة، يعني الذي يستطيع أن يقاتل فيؤمن ولا يؤمن بأخذ الجزية ولا يمس بسوء فقط. فإذا علم النصارى أنهم في بلاد المسلمين، النصراني العامي من المريض مثلا أو المرأة، تقول أنا لن أدفع
لن أدفع زكاة ولن أدفع كذا ولن أدفع كذا، خلاص المرأة لن تدفع شيئا، والولد لن يدفع، والمريض لن يدفع، والذي لا يجد عمل لن يدفع، المقاتل لن أدفع شيئا في مقابل أن أعيش في أمان، والمسلمون يدفعون الزكاة، والمسلمون يدفعون الزكاة. فهم لو تدبروها لكان في الحقيقة الأمر يعني كانوا سيسرعون بقبولها، سيسرعون بقبولها. أما الآن هم يحملونها على محامل. طبعا بلا شك أن كل أمر فيه طرفان وفيه وسط كما لا يخفى. لعل تفصيلات أخرى تأتي في هذا الباب من سورة التوبة إن شاء الله. نعم، ما هو الآن النظام برمته يحتاج إلى تصويب الصحيح منه وتخطئة الخطأ الخاطئ منه. سننتقل إلى مسألة أخرى فقهية أيضا. طيب، أولا هل يجوز لليهود أو النصارى أن يشاركوا المسلمين في الحرب ضد الأعداء؟ فهذه وجهة قال بها عدد كبير من العلماء، يرى عدد كبير من العلماء جواز اشتراك اليهود أو النصارى أو المشرك، حتى المشرك ضد عدو واحد مشترك، هذا جائز على التحرير الدقيق. ذلك لأن النبي تحالف مع بني قريظة ضد خزاعة، تحالف مع خزاعة ضد المشركين، وتحالف مع بني قريظة ضد الأحزاب. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فيجوز. إذا قررنا ذلك، طبعا مسألة فيها تفصيل أوسع مما ذكرت، كذا قررنا ذلك فسنأتي إلى سؤال آخر. طيب، إذا قاتل النصراني مع المسلم ضد عدو يغزو البلاد، هل تسقط عنه الجزية لأنه يقاتل، والأموال التي يدفعها إنما يدفعها مقابل عدم اشتراكه في القتال، مقابل أننا نؤمنه أم لا؟ ستجد فيها مخارج فقهية، وتجد فيها سعة في مثل هذا الموضوع، لكن لم يسعفني الوقت لتحرير هذه الجزئية. جزئية في حال ما إذا قاتل النصراني مع المسلم ضد عدو آخر مشترك، هل في هذه الحالة يدفع جزية أم تسقط عنه الجزية؟ فديننا أيها الإخوة سمح وسماحته الحمد لله عظيمة، حنيفية سمحة فيما يعود بالنفع على الخلق في دنياهم وآخرتهم. نعم، ما هذا قول من الأقوال. إذا قاتل النصراني مع المسلم ضد الكفار، فمن العلماء من يبقي الأصل يقول يدفع الجزية وبعد يعطى راتب على القتال، ده قول، لكن ليس هو كل قول. ثم إن الشيء الآخر الذي يلفت النظر إليه في باب الجزية، كم قدرها؟ ليس لها قدر مخصوص في الإسلام، يعني ليس لها قدر معين في الإسلام. يعني مثلا الزكاة معروفة أنها زكاة الأموال، ربع العشر، زكاة الزروع، نصف العشر فيما ساقت السماء، فيما سخيب الألعاب، عفوا، نصف العشر فيما ساقت السماء، في أنصبة محددة للزكاة، لكن الجزية ليست لها أنصبة محددة، ففيها سعة أن يخفف عن الشخص إذا اعترضته، كما قال عمر في شأن قاتله أبي لؤلؤة المجوسي، أنه كان قد جاء إلى عمر يشكو إليه من الخراج الزائد الذي يطالب به المغيرة بن شعبة، قال عمر: قاتله الله لما تبين أنه الذي طعن، لقد أمرت مولاه أن يخفف عنه. فليس لها قدر محدد. وشيء آخر في هذا الباب أيضا جدير بالتنويه عليه،
والسؤال لأخينا عبد الناصر، هب أن المسلمين لاعتبارات معينة عجزوا عن أخذ الجزية، هل يسقط عنهم الإثم أم لا؟ يسقط عنهم الإثم. إذا عجزوا لأي لا يعلة. يعني هب أن المسلمين في بلدة في وقت استضعاف، في دولة من الدول في وقت استضعاف، في هذه الحال هل نقول لازم تأخذوا الجزية؟ أقول لك أنا لا أستطيع، ستحدث لي مشاكل أكبر من طاقتي. فإذا كان القتال يشرع لنا في أن نؤخر ابتداء القتال إلى أن نتقوى، فمن باب أولى ما دون القتال من التوابع. فعذرا أن أذكر هذه المسائل لأنها ما بين منكر لها عن الجزية وما بين مغاري فيها لا يفهم كنها ولا حقيقتها. وطبعا لا نستطيع أبدا ولا يستطيع أي شخص كائنا من كان أن يحذف آية الجزية من القرآن، ولا أن يحذف أحاديث رسول الله التي فيها ذلك، لكن نستطيع أن ننقل أقوال علماءنا فيها، فنجد بكل سماحة ما يعود بالنفع على أهل الإسلام وعلى الخلق في دينهم أو آخرتهم. اجلس. من قلت لك يا محمد في يعني في إذا رمنا تعديل الأوضاع ستعدل أمور كثيرة وفق الشريعة، وفق شريعة الإسلام ستعدل أمور كثيرة وفق شريعة الإسلام. فهناك يعني مثلا أمور كثيرة ممكن تأتي بحلول طيبة جدا، مثلا كيف أنعش صندوق النقد المصري بقرار بكلمة، صناديق الزكاة مفتوحة والزكاة فريضة من فرائض الله فرضها الله سبحانه على المسلمين، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. إذا كان عليك 100 جنيه زكاة مثلا، سنأخذ منك 50 أو 75 ونترك لك 25 توزيع على فقراء حيك، على أقربائك، على من له. في الحالة هذه كل سيأتيك إلى صناديق الزكاة نفسه مطمئنة، وستحصل الدولة مئات المليارات والناس نفوسها طيبة بذلك، بل سيسعى بعضهم يعني شخص مثلا يملك 100,000 ولا مليون ومخبيهم، أنا سأبلغ عنه أنه متخلف عن الزكاة، حينئذ إذا كان لا يؤدي الزكاة وسيكون بلاغك عنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى أنه متهرب من الزكاة، لأنك إذا أخبرت الناس عنه فهذه نصرة له لأنه ممتنع عن الزكاة. فبقرارات طيبة ترضي ربنا ويرضى عنا بها ربنا ويرسل الله السماء علينا مضرارا بسببها تتسهل الأمور وتهدأ الأحوال.